والله انا كنت اتوقع لمحمود مجموع اكبر لو في النظام القديم، اما انا كنت النظام الجديد كنت خايف منه جدا. بس انا بوجه رسالة لكل الناس اللي هي تعمل اللي عليها، لان النظام كويس ومعلومات كويسة للطلبة وفي افادة، بس اللي هو يخرج عن مستوى الكتاب والحفظ ويبقى متطلع ويبقى قاري كويس. حتى لو المنظومة واجهت صعوبات في كاي تي او تكنولوجيا على مستوى التابلت في الامتحانات التجريبية، احنا بنقول للدكتور طارق شوقي شابوه بالنسبة للبابل شيت، لان هو نجح. ولازم تفهم كل الناس اللي البابل شيت نجح في مصر. وانا كنت نفسي ادخله اقتصاد برضو، يبقى نفس موضوع البنوك وكده والتجارة، بس هو ميوله اللي هو ميوله كتاريخ وكلغات، فهو انا مع ميوله فلازم اوافق على اختياره. شايف محمود وهو صغير كان متفوق ولا تفوق مؤخرا؟ محمود متفوق قبل كده اكتر من دلوقتي، بس لظروف صحية وكده، هي الحمد لله على كل شيء. شايف بقى يعني ان شاء الله ربنا يكرمه في اقتصاد وعلوم سياسية، انت شايف رايح فين؟ يعني هو محمود سكته فين؟ سكته كويسة جدا، لان محمود بيحب التاريخ وبيحب السياسة، ومن احباب مصطفى كامل، فاتمنى له التوفيق. عايز تقول له حاجة؟ ايه؟ عايز تقول له حاجة؟ اقول له شرفتنا وشرفت عيلتك وليك هدية عندي كبيرة قوي ومبروك.